لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك وعمل لايك للفيديو، وشكرا لكم على حسن. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكل مشاهدنا الكرام الأفاضل عشاق كرة القدم الوطنية. نحييكم مباشرة من الملعب البلدي من مدينة بركان، قمة الجولة 13 من البطولة الوطنية الاحترافية. يستقبل من خلالها المتصدر النهضة البركانية واحدا من فرق المطاردة الرجاء الرياضي في موعد يعد بأشياء كثيرة، سواء على مستوى رقعة الميدان وكذلك الأجواء التي تسبق الموعد والأجواء كذلك التي تعيشها مدرجات الملعب البلدي مدينة بركان. اليوم حضور قصار الطرفين سريعا لتشكيل الفريق. نبدا بالنهضه البركانيه، سهير العربي على مستوى حراسه المرمى، بقيه الاسماء امين الكاس، دايو يوسف، محمد عزيز، حمد العشر. قلت واحد من انديه المطارده اليوم يحل والاخر اليوم بكوموندو يضم كور من السيتي في حراسه المرمى. بقيه الاسماء انطلاق الموعد في مواجهه عدد اشياء كثيره. المرات اللي قلت هذه الايام لا حديث هنا بمدينة بركان، وكذلك خلال هذه الساعات والدقائق والثواني إلا عن قمة النادي البركاني والرجاء الرياضي التي تنطلق في هذه اللحظات. يا أستاذ السيدات، من جانب عناصر النادي البركاني، ماذا سيقدم كورتر التعويض أمام من؟ أمام الرجاء الرياضي الذي يدخل المقابلة بمعنويات مرتفعة بعد الانتصار الكبير الذي حققه خارج الديار على حساب التحطاجة. كرة أولى ملعوبة، بركاني عرضية بين يدي الحارس السلسيت. بشرات تلعب لإفادة بدر بانون، بانون كان حمل قميص النادي البركاني حينما أعار من فريق الرشا الرياضي. كرة تمشي للجهة اليمنى، صراع كبير، شوفوا معي بين بكر الهلالي وبين مالونكو عرضية. جول 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 يفعل الرشاد، هدف مبكر في حدود الدقيقة الثانية. يباغت النادي البركاني بميدان وما صاروا بهدف، وهي هدف لعبت بطريقة شميلة مباغثة. فرحة كبيرة من جانب انصار الرجاء الرياضي. ياتي الهدف بلمسة من؟ بلمسة شميلة كانت من طرف من؟ من طرف عبد الله الحافظ، ياسم دفاع وحارس مرمى فريق النادي البركاني. تابعوا لعادة اللمسة كانت بهذا الشكل، والعمل كل العمل من طرف من؟ من طرف فيبير مالونكو، لعبها بهذا الشكل لعبد الله الحافظ. على اللمسة من عبد الله، على اللمسة من عبد الله الحفيدي، لمسة فنية مهارية تباغت الحارس زهير العربي وتم من حل الأفضلية لفائدة فريق الرجاء الرياضي الذي يدخل سريعا في أجواء يمشي زايد، يتقدم زايد، يبحث عن التمرير، هناك يطلب الكرة محمد عزيز في الجهة اليسرى، زايد يعطيها طريقة شويلة، فرصة بركانية، محاولة شويلة، فرصة خطيرة، العرضية البحث عن الراسية، تمشي جانبية، تمشي جانبية وثابتة، هذه واحدة من نقاط قوة النادي البركاني، يعني يرد سريعا مقوسة البحث عن الراسية بعد ما جرى دفاع الرجاء الرياضي، مشيت من الزمان لتشيد استعمال أو لتشيد استغلال مثل هكذا كرات ثابتة، كرة ملعوبة بركانية، من عمر النمساوي، عمر يلعبها مقوسة البحث عن الراسية، الإبعاد المرة الأولى والثانية تسديدة والإبعاد من جانب دفاع الرجاء الرياضي. إذا شادي دفاع تمشي لفائدة من الكاس، يخليها للعربي الناشي بطريقة شميلة، يراوغ العربي، يحضر لعمر النمساوي، نمساوي هنا الجهة اليمنى، هنا البحث عن التمرير، فرصة شميلة خطيرة، خطيرة 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 خطيرة. النادي البركاني، عنصر النادي البركاني اليوم في الموعد وفي قمة، يعلم جيدا الفريق البرتقالي بأنه الآن لإفادة فريق النادي البركاني. تلعب من عمر النمساوي، الان تراوري، الان في التنفيذ، الان سددها، ابعاد من جانب دفاع فريق التنفيذ من جانب عمر النمساوي، يلعب مقوسة البات عن الراسية، خروج شرس الزيت، الابعاد من سند الورفلي، هذه خطيرة مرة ثانية، الصراع الكبير في مناطق فريق الرجاء الرياضي. يتواصل البركاني بالنسبة للقاءاته داخل الميدان، تحصل على 13 نقطة من أصل 5 مباريات، فاز في 4 لقاءات، تعادل في لقاء. أمين لدايو يوسف، عبر الرواق الأيمن لعمر النمساوي، نمساوي تمكن بناء الهجمة بطريقة شميلة بركانية، عمر النمساوي العرضية محاولة لكن تمريرته كانت وسط الميدان لعبد الله الحفيظي. محسن متولي يلعب في الجهة اليمنى بشكل جميل، محمد زريدة، يمشي زريدة، يتقدم زريدة، البحث عن العرضية، هذه خطيرة 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 خطيرة، تسديدة والعرضية، محسن متولي بين مالونكو بين يدي الحارس، يتنفس خوذي باكر الهلالي، يفتح اللاعب الجهة اليمنى، ألان تراوري، كنترول من ألان، يمشي ألان، سددة ألان، فكرة ذكية من ألان، فكرة ذكية كانت من ألان تراوري، سدد بعيدا، مسوي ألان تراوري، تراوري يلعبها في اتجاه من؟ هناك عبر
الشيء اليسرى يمشي يتقدم يوسف السخودي يضغط على مال يضغط على محمد الزريدة السخودي عرضية محاولة بركانية لكن من الدفاع يدخل محاولة تسديدة عرضية جانبية 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 سديدة من بعيد قلت لكم هذا حل الآن مطروح يعني عارف جيدا بأنه اليشور وكذلك حدراف يعرفان جيدا الرجاء الرياضي وكل الأشياء المتعلقة بالرجاء الرياضي أسماء لعبة الرجاء الرياضي انتقلت لضمك السعودي ثم العودة ربما في وقت كانت الفريق البركاني هكذا عودنا هكذا عودنا النادي البركاني فيما محمد المكعاسي الابتسامة واللي انتقل من المغرب التطواني إلى الرجاء الرياضي كذلك منتظر ربما واحد من أسماء أن نتابع في الجولة الثانية كرة بركانية مقوسة ربت عن الراسية يدخل بدر بنوني بعد للحفيظي الحفيظي ما تمكنش منها كان الأصل منها كان الأصل بطل الكرة بلا غير كان والعربي الناجي مشيت طويلة أمامية تحضير خطيرة اكتسب طبع الخطورة لولا تدخل الحارس رشاوية خطيرة هل يفعل الرجاء محمد خطيرة 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 راسية التحضير من مرنقول خطيرة 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 لعبة مقوسة سمعت عن الراسية بين يدي الحارس غير العربي يتمكن منها 40 دقيقة 3 دقائق متبقية الآن هذه محاولة أمامية فرصة بركانية عطية البعد عن الراسية بحج عن ضربة ميقا السوايا يعني في العمق من ضيعة ضربة بركانية هدف محقق في حدود الدقيقة الثالثة والأربعين هدف التعديل كان قريب من النادي البركانية كان قريب من النادي البركاني بالرغم انه الحكم في اللقطه الاخيره رفع الرايه قد تسلل هذه اللقطه اللي رفع من خلال الحكم المساوي هو اكشن اذا تمشي من عمر المساوي مقوسه بات على الراسيه فرصه تدخل بجانب من ثاني بعيده كانت على محسن متولي تمكن منها محسن العرضيه من محسن متولي مشات لي بكر الهلالي لكن لمسه ميدانيه تدر الدعم والمسانده الضغط عليه من محسن متولي للعربي الناجي والناجي في اتجاه من اللي ضاي يصفه عبر الجهه اليسرى الان الكره لفريق البرتقالي عرضيه من ضاي يصفه في منطقه الجزاء استقبلها حمد العشير محاوله التمرير الان ينتظر الدعم والمساندة ضغط كبير من عسل الرجاء الرياضي من أجل تضييق الخناق على الرجالية في اللقطة الأخيرة تمشي أمامية ملعوبة بركاني ألان تراول يصبح هو صانع الألعاب تلعب للفريق البرتقالي لكن التغطية من الراضية يعني يؤكد بأن النادي البركاني قدم إشارات مع بداية المدفعية خلاته يتلقى الخسارة والآن مطالب العودة بالانتصار أمام جوبي صدر النظر بركاني لجانب موتيما الكونغولي بسبع نقاط ليس بعد يا محسن يا شور انا من كنت دائما ولا تسديد الكرات الثابته يعني الان غنتابعوا ربما الامتياز نظر بركاني عنده اسماء اختصاصيه في تنفيذ الكرات الثابته من سيسدد هذا الفرصه الخطيره في حدود 66 كره ستنفذ من جانب عمر النمساوي سدد قول لا يستسلمون لا يستسلم النادي البركاني هدف التعادل وبأي لمسة وبأي طريقة وبأي تسديدة وبأي يعني بأي لمسة من عمر النمساوي لعب بشكل جميل قلت لكم كانوا خلياني يا محسن يا شور انا من الاختصاصي في تنفيذ الكرات الثابتة في سلاح الكرات الثابتة تحدثت عنه كثيرا ايها السادة السيدات في الشوط الاول والثاني تستقر في الزاوية 90 تستقر في الزاوية 90 وتمنح هدف اي هدف للنادي البركاني يا سلام هدف التعادل للفريق البركاني بطريقه شبيهه مباراة في الشوط الثاني تشتعل وستشتعل على رقعة الميدان كما اشتعلت في المدن كانت من طرف بين مارونغو اللي لعبها بين هو اللي لعبها ادولف اللقطه الاخيره ارتقى بهذا الشكل بين مارونغو مشات مباشره للحارس العربي كره بركانيه محاوله عمليه التمرير عبر الوقت الايمن تمر عبر من ينتظر الدعم المسنده عرضيه محاوله خطيره راسيه على سر رقابة على سر فريق النادي البركاني
حاسة ثم يخرج بعد السكن زكريا حذرافي يعطي الكرة اللي فادت من للكوريادور مارسيليو جور يحتفل بالهدف المسجل في مرمى فريق السابق فريق الرجاء الرياضي. يدار زكريا حذرافي